هل ده يعني ان انتوا هبقى ايضا مجلس الدوله لما بيفتح باب الترشح، او يعني الناس الشباب اللي خارجين حقوق او غيرهم لما بيجوا يتقدموا، هنفتح الباب للاناث والشباب والذكور بنفس القدر يا سياده المستشار؟ احنا النهارده يعني في استجابه فوريه اهو، لما لا غير الاستجابه الفوريه بعد كده، يعني في الدفعه القادمه. لا اما هتيجي الدفعات القادمه هيبقى لكل حادث حديث، وحضرتك هتشوفي بنفسك وهنتكلم وهنشوف ايه الجديد وقتها ان شاء الله. طيب الشروط يا فندم، الشروط اللي حضراتكم واضعينها، هل دي نفس الشروط للذكور سياده المستشار؟ يا فندم هي دي الشروط اللي بيتعين بيها اعضاء مجلس الدوله في وظيفه مندوب ووظيفه نائب من سنه 72. هي نفسها، علشان بس حضرتك انت عارف يعني احنا عندنا كل الشكوك، عشان لا كده. خالص يا فندم، خالص لا اطلاقا. اصلا احنا يعني حراس مبدا المبادئ الدستوريه والمشروعيه طبعا. وبنتكلم دايما في الحق والمساواه، فمن هنيجي نعين بناتنا هيبقوا زميلات لشبابنا في المجلس، هي نفس الشروط وهي نفس الوظيفه دون تمييز.